بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع مرة أخرى إلى كتاب ديال لي كومبخوندغ النسخة الثانية من حيث ترتيب المستويات. إذا نستكمل مع هذا الموضوع الذي ذكرنا فيما سبق، أو بورد لا مير، إذا على ضفات البحر أو على جانب البحر، سويت تابع كما رأينا فيما سبق. إذا كما قلنا لي تخوا زونفون سون طالي سور لا بلاج إيل فون سو بيني. Pierre monte sur un rocher, il se penche en avant, il va plonger. Jeanne est déjà dans l'eau, il nage comme un poisson. Michel ne sait pas nager, il reste debout dans l'eau. Un petit garçon vient de plonger à côté de Michel. Une vague jaillit, frappe Michel et le renverse dans l'eau. Michel a peur et il ouvre la bouche pour crier. Il avale de l'eau de mer, poids. Ce n'est pas très bon, c'est salé. Le troisième paragraphe, Michel est sorti de l'eau. Il va s'asseoir sous une tente. Il va s'asseoir sous une tente. Le premier jour, il ne faut pas rester trop longtemps au soleil. Jeanne est allongé sur le sable. Il prend un bain de soleil. Pierre vient de sortir de l'eau. Il est encore tout mouillé. On a tout d'abord, Michel est sorti de l'eau. Il va s'asseoir sous une tente. Regardez les trois enfants. Lequel de ces trois enfants s'assoit sous une tente? Voilà, c'est Michel. C'est Michel. Voilà, c'est Michel. Et voilà la tente sous laquelle il s'assoit. Alors, tout d'abord, on a dit que Michel est sorti de l'eau. Il va s'asseoir sous une tente. Le premier jour, il ne faut pas rester trop longtemps au soleil. Pour Michel, c'est son premier jour. Il ne doit pas rester trop longtemps au soleil. Michel est sorti de l'eau. Iden Michel a kharaja min al-ma. On a ici le verbe sortir. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, dans le cas des temps composés. On a le passé composé comme temps composé. Iden taban adna le verbe sortir anno yusarraf ma'a. L'auxiliaire être في الأزمنة المركبة. طبعا هنا عندنا لو باسي كومبوزي كواحد من هاد الأزمنة المركبة. ميشيل اي سورتي، طبعا تنتكلم على خرج. إذا الإنسان أنه يخرج بنفسه، إذا أكيد أن هاد الفعل كما تلاحظوا غادي يتصرف مع إتر. طبعا في العادة أن الفعل تتصرف هكذا، تنتكلم على فعل خرج، لكن ممكن نتكلم عن لو فيرب سورتير كونجوغي افيك لوكسيليار اواغ، ولكن ملي تيكون يعني لينا اخرج. ممكن نقول مثلا ميشيل ا سورتي لا شاز دو سا شومبر. اذا ان ميشيل اخرج الكراسي من غرفته مثلا، ولكن في العاده الفعل تتصرف مع اتر، لاننا كما قلنا نتكلم عن فعل خرج. إذا ميشيل إي سورتي، إذا ميشيل أنه خرج دولو من الماء. إذا هو الأول خرج. إيل فا ساسواغ سو إن طونت. إيل فا ساسواغ سو إن طونت. إذا هو ذهب ليجلس تحت خيمة. إذا نتكلم على لا طونت. طبعا نتكلم على لا طونت بهذا الشكل عند أ هنا، ولكن إلا كانت عند أ هنا هي نشات ولي هذي بحال اللي عندنا هنا. بحال اللي عندنا هنا طونت كيما تنشوفو طونت. طونت لويز هادي تتعني العمة أو الخالة أو زوجة العم أو زوجة الخال. إذا نقول لا طونت تكتب بهذا الشكل. عندنا هنا أ، الفرق بينه وبين الأولى أن هادي عندها أ تتعني الخالة كما قلنا، العمة، زوجة العم، زوجة الخال. لكن لا طونت الأخرى اللي تتعني الخيمة طبعا أنها تكتب بأنا كيما تلاحظو. إذا عندنا il va s'asseoir sous une tente. إذا هو ذهب ليجلس، طبعا عندنا هنا لو فيرب s'asseoir يعني فيها الجلسة، كما نقول أنه يجلس نفسه. il va s'asseoir أنه ذهب ليجلس sous une tente تحت خيمة. ثم عندنا le premier jour pourquoi Michel va s'asseoir sous une tente. pourquoi il ne fait pas par exemple comme Jeanne qui est allongée sur le sable.
comme nous le voyons ici, Jane prend un bain de soleil. Pourquoi Michel ne fait pas comme lui? Et de l'image Michel, لم يفعل مثل جين الذي ذهب طبعا ليتمدد في الشمس فوق الرمال. إذن هو لماذا لم يفعل مثله؟ هذا هو الجواب عن ذلك. Le premier jour, اليوم الأول, il ne faut pas rester, إذن لا يجب البقاء trop longtemps, لوقت طويل جدا au soleil, في الشمس. لأن هذا ما مولفش باش يبقى في الشمس كتير. طبعا ميشيل ماشي بحال الآخرين بحال الأصدقاء ديالو أن عندهم الجسم ديالهم مولف على البقاء لفترة طويلة تحت الشمس. هو لأول مرة سيتعرض للشمس بهذا الشكل، إذن عليه ألا يطيل البقاء تحت الشمس حتى لا يتأثر. لو بخومي جور، إذن في اليوم الأول il ne faut pas rester trop longtemps au soleil. لا يجب البقاء لمدة طويلة جدا. طبعا نتكلم هنا عن longtemps، مدة طويلة. trop longtemps كما نقول مدة طويلة جدا. au soleil في الشمس حتى لا يصاب بضربة الشمس مثلا. par contre Jean est allongé sur le sable. إذا جين طبعا كما تلاحظون أنه ممدد. allongé طبعا عندنا هنا عندنا لو فيرب allongé، يعني انك تمدد شيئا، تجبد شي حاجه. اذا هو بحال تنقولوا انه مجبد فوقاش فوق الرمل. اذا جين est allongé sur le sable. اذا طبعا عندنا هنا لو فيرب allongé حتى هو صرف مع اتر، لان جين هو اللي تمدد ماشي مدد شي حاجه اخرى. كون كان مدد شي حاجه اخرى غنستعملو أفواه هنا. طبعا لو فيرب ألونجي في العادة تنتكلمو على مدادة أنه تتصرف مع أفواه كما غنشوف هنا. كما لو فويون لو فيرب ألونجي سو كونجوغ أفيك أفواه دون لو كا دي طون كومبوزي، لأننا تنتكلمو على فعل مدادة، تنتكلمو هنا على فعل مدادة. إذن تنتكلمو على فعل مدادة، إذن تنتكلمو على واحد الفاعل، على واحد الشخص مثلا، أنه يمدد شيئا، تجبد شي حاجة. ولكن هنا تنتكلمو على تمددة، بحال الإنسان غيمدد نفسه. طبعا في العادة الفعل هو تتصرف هكذا، أننا تنتكلمو على مدادة بهذا المعنى. ما تنتكلمو على مدادة بهذا المعنى، المقصود بأن هذا الفعل تيتصرف مع أفواه. ولكن هذا ما تيعنيش بأننا ما نقدروش نستعملو لو فيرب ألونجي مثلا مع إتر، ولكن لاستعملنا مع إتر بحال تنخرجو على الطبيعة ديالو. هنا تنتكلمو على واحد النوع آخر ديال الصرف اللي هو لا فوا باسيف. تنتكلمو هنا على لو فيرب ألونجي على هو باسيف، كما تنشوف هنا هذاك راه لو بريزون، تيولي عندنا لو بريزون ملي تنصرفو الفعل مع اتر، تيولي على هو باسيف، تنصرفو الفعل على هو باسيف، يعني في المبني للمجهول. اذا نتكلم عن هذا الشخص بانه الونجي ممدد، وكان شخصا اخر مدده. اذا الفعل لانه في الاصل ملي تنتكلمو على مدده، إذا تنتكلمو على الفاعل أنه يمدد شيئا آخر. إذا نتكلم على الفاعل بأنه يمدد شيئا آخر. إذا هذا هو الفعل في الطبيعة ديالو، ولكن في الحالة اللي عندنا هنا تنتكلمو على تمدد. كما نقول تمدد أو مدد. عندما نقول جسوي ألونجي، إذا عندما نقول جسوي ألونجي كما نقول أنا أمدد، أنا أمدد، يعني كأن شخصا يمددني إن صح التعبير. إذا المقصود أنني أتمدد كما تلاحظون. إلي طالونجي، إلي طالونجي، إذا هذا راه لو بخيزون، هذا لو بخيزون، ولكن هذا لو بخيزون ديال لو فيرب ألونجي، ولكن على فوا باسيف ماشي على فوا أكتيف، يعني في الحالة الطبيعية ديالو.
تنتكلموش على الصرف ديال الفعل في الحاله الطبيعيه ديالو. طبعا ملي غنمشيو لو باسي كومبوزي، طبعا ملي غنمشيو لو باسي كومبوزي غيبقى عندنا لو بارتيسيپ باسي، غنحافظوا على لو بارتيسيپ باسي، ولكن غيولي عندنا هاد اتر، غيولي عندنا هاد اتر هو اللي مصرف في لو باسي كومبوزي. اذا طبعا في لا فوا باسيف تيولي عندنا لو بريزون ديال داك لوكسيليير، ان صح التعبير. ملي تنتكلمو على لو بريزون تنتكلمو على لو بريزون ديال لوكسيليير، وعاد تنضيفو له هاد لو بارتيسيپ باسي. ملي تمشي لو باسي كومبوزي مثلا كما عندنا هنا، تنتكلمو على لو باسي كومبوزي ديال لوكسيليير اتر. طبعا لوكسيليير اتر هو اتي، عندنا لو بارتيسيپ باسي الخاص بفعل اتر اللي هو اتي، ثم كما تنعرفو بان اتر تيتصرف مع افواغ في لو باسي كومبوزي. اذا لو باسي كومبوزي ديال اتر هو هذا، ثم نضيف له هاد لو بارتيسيپ باسي. تنتكلمو هنا على لا فوا باسيف، هاد المساله تجري على كل افعال اللي تتصرف مع افواغ وتنقلبوها باش تصرف على فوا باسيف. طبعا تيدخل هنا اتر، هنا طبعا تيدخل اتر، ولكن تيدخل بالطريقه اللي عندنا هنا. تيولي عندنا هنا اتر في البريزون، وهنا عندنا اتر هو اللي في الباسي كومبوزي زائد لو بارتيسيپ باسي. في كل هاد الحالات حتى ملي تنجيو مثلا لامبارفي اللي عندنا هنا، راه تنتكلمو على لامبارفي ديال اتر كما تنشوفو هنا، عاد تنزيدو له لو بارتيسيپ باسي. ملي تنمشيو لو بلوس كو بارفي مثلا، راه تنتكلمو على لو بلوس كو بارفي ديال اتر كما تنشوفو. عندنا لوكسيليير افواغ، ثم عندنا لو بارتيسيپ باسي الخاص بفعل اتر زائد هاد لو بارتيسيپ باسي ديال الفعل المراد تصريفه. اذا نتكلم عن المبني للمجهول كما نقول تقريبا. اذا نفس الشيء عندنا هنا مثلا لو باسي سامبل، عندنا لو باسي سامبل ديال اتر، ثم نضيف هذا بحال هذاك لو بارتيسيپ باسي تيولي زايد. اذا قياسا على داكشي اللي عرفنا في لافوا اكتيف، اذا بحال هاد لو بارتيسيپ باسي تيولي كاضافه تيولي زايد. تمشي مثلا لو باسي اونتيريور نفس الشيء، عندنا لو باسي اونتيريور ديال اتر الى غير ذلك. في جميع الازمنه طبعا نفس المساله تسري على الكل. مثلا اللي مشينا لو فيتور سامبل، ملي تنشوفو لو فيتور سامبل تيولي عندنا هنا بحال عندنا لو فيتور اونتيريور. اذا تيولي عندنا لو فيتور سامبل ديال اتر، تيولي عندنا لو فيتور سامبل ديال اتر. هاد المساله خاصنا نردو لها البال باش ما يوقعش عندنا خلط، لان شكون اللي غيخلينا نحدو هاد المساله هو ملي ترجعوا للاصل ديال الفعل، تنشوفوه في البدايه معاه اش يتصرف، واش يتصرف مع افواغ ولا اتر. الا كان تيتصرف مع افواغ في حاله لافوا باسيف، في حاله ملي تنتكلموا على المبني للمجهول، طبعا تتحدث هاد الامور اللي ذكرنا الان. تندخلوا اتر، طبعا تندخلوا اتر، ولكن هذاك اتر هو اللي تيولي يتصرف في هذيك الازمنه اللي ذكرنا، هو اللي تيتصرف في الازمنه المعتاده اللي تنعرفوا، زائد لو بارتيسيپ باسي ديال الفعل المراد تصريفه. اذا هذا بصفه عامه. اذا كما تلاحظوا هنا جان ايطالونجي، اذا هذا راه ماشي لو باسي كومبوزي ديال الونجي، هذا راه لو بريزون ديال لو فيرب الونجي. علاش؟ لان لو فيرب الونجي كما ذكرنا في الاصل ديالو تيتصرف مع افواغ. تنتكلموا على مداده، تنتكلموا على مداده يعني اننا عندنا الفاعل غيمدد شي حاجه اخرى. اذا هذا المفهوم اللي عندنا هنا هو اللي تنبنيو عليه طريقه الصرف، الصرف اللي غيكون. اذا باش ما يوقعش لينا خلط، اذا جان ايطالونجي، اذا جان انه ممدد وكان شخصا مدده، دائما بنفس الطريقه، دائما بنفس المفهوم اللي ذكرنا، سيغ لو سابل فوق الرمال. طبعا اصلا كلمه الرمال في اللغه الفرنسيه تاتي مفرده، نتكلم على لو سابل كما نتكلم عن رمل. إل برون ان بان دو سولاي، إذن هو يأخذ حمام شمس، هذا يسمى حمام شمس، مقصود أنه يعرض جسمه للشمس. كما تشوفون مثلا كلمة باه ممكن أن تأتي في عبارات أخرى، نتكلم عن حمام كما نقول. إذن هنا عندنا بادو بي، بادو بي، إذن نتكلم عن حمام الأرجل
يعني أنك تغطس رجليك مثلا في ماء ساخن أو في ماء يعني فيه ملح وبعض الزيوت أو بعض الأعشاب. إذا نتكلم عن با دو بي، إذا نتكلم عن بيان في، إذا نتكلم عن المحاسن المتعلقة بهاد لو با. ثم عندنا دولور، إذا نتكلم عن الآلام التي قد تصيب أرجلنا، إذا فنضطر مثلا لنقوم بمثل هاد الحمام للأرجل. ثم عندنا غوميد يعني دواء أو أدوية، كما عندنا هنا غوميد أدوية. ممكن أننا نجد كلمة لوبا في مثل هاد العبارات، مثلا كما نلاحظ هنا عندنا سيل دو بان أويل إسونسيال أونتي ستريس. إذا نتكلم عن سيل دو بان، إذا نتكلم عن ملح خاص بهاد الحمام. ممكن أننا نضع أن بينوار، نتكلم عن إناء كبير كما ذكرنا فيما سبق خاص بالحمام. إذا نضع فيه ماء دافئ أو ساخن، ثم نضع فيه هذا الملح. هذا الملح تكون مختلطة بمكونات أخرى، ليس الملح وحده. إذا نتكلم هنا عن سيل دو بان أويل إسونسيال، بالزيوت الأساسية، بالزيوت الأساسية أونتي ستريس، ضد الضغط، ضد الكآبة أو ما يشبه هذا الأمر. مثلا كما نلاحظ هنا عندنا بعد الصولاي، ممكن نتكلم عن عملية التعرض للشمس، وأيضا تطلق على هذا النوع من الكراسي. وأيضا كلمة بعد الصولاي ممكن أن تطلق على هذا الأنواع من الكراسي، لأن هذه الكراسي يعني أصبحت تستعمل لهذا الغرض، فأصبحت العبارة يعني أيضا هذا النوع من الكراسي التي تستعمل طبعا لهذا الغرض. إذا كما نلاحظون عندنا جان إيطالونجي سور لو سابل، إيل بخون أن با دو سولاي، إيل بخون أن با دو سولاي، إذا هو يأخذ حمامة شمسية. ثم عندنا بيير، بيير فيا دو سوغتيغ دو لو، بيير فيا دو سوغتيغ دو لو، بيير يخرج قبل قليل دو لو من الماء. كما نلاحظ هو آخر واحد خرج من الماء، إلي أونكوغ تموي، هو لا يزال تموي. كله مبلل، كله مبلل، إذا هو مازال عامر بالماء، مازال عامر بالماء، لأنه يلا خرج، مازال ما تعرضش للشمس مثلا باش ينشف. إذا كما قلنا ميشيل إي سوغتي دو لو، إيل فا ساسواغ سو إون طونت لو بخومي جور، إيل نو فو با غيستي طخو لونتون أو سولاي. جان إي طالونجي سور لو سابل، إيل بخون أن با دو سولاي، بيير فيا دو سوغتيغ دو لو. Il est encore tout mouillé. إذا نتكلم على لو فيرب مويي. طبعا لو فيرب مويي، طبعا لو فيرب مويي كما تلاحظوا هنا بنفس الطريقة. طبعا الافوا اكتيف أنه تتصرف مع افواغ. في الافوا اكتيف يعني في الحالة الطبيعية ديال الفعل أنه تتصرف مع افواغ. تنتكلموا على بلالة، بلالة. شنو هي بلالة؟ يعني أن الإنسان يبلل شيئا، يبلل شخصا آخر. إذا طبعا هاد الفعل تيتصرف مع أفواغ، ولكن اللي عندنا في النص شنو عندنا؟ عندنا لافوا باسيف، عندنا لافوا باسيف كما غنشوفو هنا. إذا كما نقول المبني للمجهول، إذا كما غنشوفو هنا إلي مويي هذا راه البريزون ماشي لو باسي كومبوزي. علاش؟ لان الفعل في الاصل ديالو تيتصرف مع افواغ. ملي غنشوفو هاد اي غنعرفو بانه لو بريزون، لان الفعل اصلا تيتصرفش مع اتر، تيتصرف مع افواغ. اذا ممكن ليناش نديرو في الباسي كومبوزي طبعا ونصرفو مع اتر، لاننا تنعرفو بانه في الباسي كومبوزي تيتصرف مع افواغ. شكون لي تيخلينا نعرفو هاد القضية؟ هو المعنى ديال الفعل. تنتكلمو على فعل بلالة، بلالة. أكيد أننا عندما أقول مثلا في الماضي أنا بللت شيئا ما، إذا طبعا هذا الفعل غيتصرف مع أفواغ. إذا ملي تنشوفوه مصرف مع إتخ خصنا نردو البال باش نعرفو بأن هذا سي لافوا باسيف، كما نقول مبني للمجهول. إذا هنا عندنا إلي مويي، كما نقول أنه هو مبلل، كما نقول بأنه هو مبلل. بما أنه هو مبلل وكأن شخصا بلله، ممكن أننا نقول بأن البحر بلله، هو مبلل. على كل حال هي تأتي بهذا المعنى. طبعا في الباسي كومبوزي كما تنشوفونا
راه اللي غيتصرف في الباسي كومبوزي هو اتر. هنا دخل اتر هو في البريزون، اذا هاد البريزون، هاد البريزون بحال تتولي تعني لينا هاد اتر اللي دخل، هاد اتر اللي جا لينا هنا هو اللي في البريزون. هذه طريقه باش نضبطوا كل صرف والزمن ديالو. اذا هنا مثلا غنشوفوا هاد الصرف اللي عندنا هنا، اذا كما تنشوفوا بانه اللي مصرف في الباسي كومبوزي هو هاد اتر، طبعا زائد دائما زائد لو بارتيسيباسي. عندنا بيير فيا دو سورتير دو لو إلي أنكور تو موي، كما نقول هنا إلي موي، إلي موي إذا هو مبلل، أو نقول كما عندنا هنا إلي أنكور هو لا يزال تو موي، مبلل جدا كما نقول، أو أن مبلل بشكل كبير. إلي أنكور تو موي. إذا على ما يبدو أننا أطلنا شيئا ما في هذه الفقرة، نستأنف في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.